عاوز اقول لكم شوية حاجات كده في سلوكيات للخدام مش حضارية. يعني ايه؟ يبقى خادم وحلو لكن بتفوت عليه حاجات بيسموها اخلاقيات عامة او سلوكيات عامة. زي ايه؟ هديكوا شوية امثلة. زي يكون قاعدين في عربية أو في أوضة مقفولة والناس بتتكلم، يعني في حوار، فواحد موبايله يرن يقوم يطلع ويرد. طبعا هو ابتدى يتكلم وإحنا مش عارفين نسمع بعض، بالذات بقى لو صوته عالي أو مش سامع الصوت التاني. طب أنت لو عاوز ترد على مكالمة وفي حد قاعد، قوم خد جنبه ورد، مش ما تفرضش المكالمة على واحد تاني. دي بتحصل للأسف كتير قوي بشكل مستفز، لأنه لو فكرت فيها انت ليه تجبر انك تسمع حوار مش عاوز تسمعه؟ وطبعا ساعات يبقى فيه انفعالات بقى والصوت يعلى، وبعدين الاتنين التانيين اللي كانوا بيكلموا مش عارفين يتكلم من الأخ اللي قاعد جنبهم وهتكي كلام. لو عاوز ترد على الموبايل يعني انت هتعتبر ان في شخص اخر عاوزك في موضوع شخصي، لازم تقوم، لازم تاخد جنب او ما تردش. او واحد يسيب موبايله يرن وعادي. طب حبيبي الموبايل اللي بيرن ده بيستفز الناس، يا تطفيه، طبعا انت عارفين انا عندي عقدة، يعني يا ترد عليه، ولو هترد قوم وسيبنا ورد وارجع. لكن يفضل كأنه موسيقى. موسيقى ايه ده الدوشة دي؟ طب واذا كانت عجباك مش لازم تكون عجبة الناس؟ فدي سلوكيات مش مناسبة. سلوك تاني تلاحظوه برضو في كنايسنا، ان خادم يتخطى الصفوف يقول لك اصلي مستعجل. يعني ايه مستعجل؟ مثلا طابور التناول. طب هما البني ادمين دول مريحين وقتهم فاضي؟ يعني اي نوع من تخطي الصفوف ده غير مقبول حضاريا، غير مقبول انسانيا، لانه ده معناه انك بتاخد حق مش حقك. لو انت من بدري واقف في الصفوف الاولى اطلع في مكانك. يعني انا شفت، كنت في طياره قريب، منظر الاجانب كلهم بصوله باستياء شديد جدا، المصريين اخدوها عادي جدا. تعرفين الحمد لله احنا عندنا، تعرفين لما الطيارة توصل الناس هتنزل من الطيارة، المفروض صف صف بينزل، مفروض كده اللي فيكم، يعني مثلا 4 كراسي ينزلوا بعدين الأربعة التانيين ينزلوا، واحد جاي من آخر الطيارة بيزق كل الناس بشنطه، أنا هنزل، هتنزل والبني دول إيه دول؟ طب أنت كرسيك نمرة 20 تنزل نمرة 20، ده الطبيعي، ده مش لازم حد ينبه على الحاجات دي. انما فتلاقوا كل الناس بصت بصه، هو ده طبيعي؟ اكيد طبعا مش طبيعي. لما التصرف ده يطلع من خادم ده بوظ الدنيا بقى، لان يعني بالنسبه لبعض الناس الحاجات دي حساسه جدا، فمهما قال بعد كده لا كل كلامه اتشطب عليه، لان دي اخلاقيات عامه، انك لازم تحترم دورك، لازم تحترم الاخر، لازم تحترم حرية الآخر. برضو يحصل ايه؟ دي بتحصل كتير قوي في مجتمعنا. نشكر الله أغلبكم ناس مشغولين، واحد يرن لك انت تأدبا رديت، فلقيت واحد ازيك يا فلان انا فلان وعمال يحكي. طب انت في شغلك او معاك ناس او نفسيتك مش جاهزة للحكاوي، مش المفروض يستأذن يقول لك اقدر اخد 5 دقايق؟ ده ما استأذنش وخد 3 ساعة، دي حاجات إنسانيا غير مقبولة. وانت محرج تقول له، وطبعا في ناس ما بتحرجش، لكن يعني انت محرج تقول له طب انا مشغول، خايف ويتضايق، بس الحقيقة لا، انت على طول ممكن تقول له انا اسف مش هعرف احكي دلوقتي، اتكلم وقت تاني. تصور بقى لما حد يعمل كده تلاقي الطرف التاني زعل، وانت الاساس الغلط عليك، انت المفروض لما تتكلم تستأذن اقدر اخد قد ايه وقت في المكالمة في الزمن السريع ده بالذات، مفروض كده.
زي ساعات يحصل معانا حاجة بتوجع ضميري، بس صدقوني أنا مش لاقي لها حل. واحد يجي يقول لي أنا جاي لك من بعيد لازم أقابلك. طب أنا آسف يا حبيبي، المواعيد بالأسبوعين وبالتلاتة فوق راسي، بس تاخد ميعاد. لا لا، موضوع مهم، ببقى محرج. طب أنا أعمل إيه؟ ما الناس دي قاعدة من الصبح. وبعدين حتى لو قلت له طب استنى لآخر المواعيد خالص، يقول لي لا أصلي مستعجل. قولوا لي أعمل إيه؟ الناس واخدة مواعيد بالأسبوعين ومنتظرة في دورها، واحد عاوز يجي لا يحترم ناس قاعدة ولا ينتظر حتى أيام أخرى، ويزعل لو اتقال له آسف تعالى بكرة أو تعالى بعد بكرة. طب ما هو في نظام، في ناس تزعل من النظام، وفي ناس تعتبرها ألاطة كبرياء. طب حبيبي ده نظام، أنت لو رحت لأي حد يعني بيقول لك معاد، اسمعنا في الحاجات دي تعتبر انه الميعاد ده حاجه غلط وان من حقك. وساعات نسمع كلام صعب، صدقوني انتوا شايفين روحكم، انتوا عاملين فيها ربنا، ده ربنا اسهل منكم. طبعا ربنا اسهل مننا، لانه ربنا اله غير محدود يسمع لكل ولاده، بس انا انسان ضعيف غصب عني استقبل الناس وعاوز اريح الناس. بس طب ما هو كل بني ادم له احترامه، فلو حد تخطى الصفوف والقواعد ما هو بيجرح الموجودين. وكل واحد عادة بيبقى شايف انه معاه حق في موقفه، يعني ما فيش حد جاي بيدلع. يعني اي واحد جاي لابونا غالبا تعبان او متضايق او جاي اعتراف، بس هنا في سلوكيات عشوائية مش ما تحترمش النظام، فيها انانية ساعات ان الواحد مش شايف غير نفسه. مثلا سلوكيات اخرى، مثلا انه واحد ينادي على واحد على بعد 50 متر مثلا. طب حبيبي روح لغاية عنده وكلمه، اللي في 50 متر دول ذنبهم ايه يسمعوا الاغنية دي؟ يعني في دي سلوكيات مش طبيعية، ودي بتحصل في الشارع طبعا وفي الكنيسة احيانا. دي سلوكيات، انا بتكلم من منطلق دلوقتي انساني حضاري، مش بتكلم حتى من منطلق ديني. الوديع لا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته، ولازم يقوم يتحرك للشخص، وفي وجود ناس تانية يميل عليه ويتكلم بصوت واطي، ده الطبيعي. لكن لما يفترض انه هيتكلم في اي وقت ويقول اي كلام ويضحك اي ضحك، طب والبني ادمين التانيين دول نظامهم ايه؟ زي مثلا تركب مع حد يقوم يشغل كاسيت بصوت عالي، مفروض انه يستأذنك اشغل ولا ما اشغلش مثلا. فالحقيقة ده برضو سلوك غير انساني، لان انت هتبقى مجبر تسمع حاجة انت مش عاوز تسمعها ممكن. وبعض البيوت وفي بعض المناطق اللي بنخدمها تلاقي واحد عجباه اغنية يسمع الشارع كله ويعتبرها جميلة، ده أنا بسمعكم حد مهم. طب يا سيدي متشكرين، مش عاوزين جمايل، بس هو معتبر أنه راجل خدوم جدا بيسمعهم الأغنية من غير فلوس. موضوعات الأكل بس مش عارف أتكلم فيها براحتي. في ناس تعمل كل حاجة وهي بتاكل، تتكلم وهي بتاكل، تضحك وهي بتاكل، تزعق وهي بتاكل، تتحرك وهي بتاكل. الحاجات دي كلها بعض الناس بتتضايق منها. ادبيا واخلاقيا مفروض اللي ياكل يقفل بقه على الاكل، الطبيعي كده. ده درس حضانة على فكرة، مش درس ناس متقدمة. انما لما يكون الدرس ده ناس كبيرة مش مقدرة، في ناس بتتعب من الحاجات دي، مش حاجة لائقة. وفي ناس حساسة للأمور دي لدرجة انك حتى لو انت انسان كويس بطبيعتك، سلوك بسيط زي كده يقفلها منك، يبقى ضيعت فرصتك كخاتم، لان هو سلوك بسيط. لو كنت رعيته وخدت بالك ان في ناس بتفرق معاها الحاجات دي، كانت يعني هتعدي الأمور ببساطة عن كده. فكرة الاستثناءات عموما، اي شخص بيعتبر نفسه استثناء بيتعب اللي حواليه. في ناس كتيره بتعتبر نفسها استثناءات،
ولما يتقال لها ان دي قواعد او ده نظام او ده معلش يسمعك عادي جدا ويقول لك طب معلش معلش، هو انت ما خدتش بالك من اللي اتقال؟ ليه تعتبر نفسك استثناء؟ ما هو لو عملت استثناء طبيعي تطلع في المجتمع كلمة اشمعنى، طبيعي تطلع اعتراض، تطلع قلق، وليه ما تلتزمش زي العادي؟ والمفروض لو حد يستثنى يبقى اللي بيقدم الخدمة هو اللي يستثنيه ويستأذن له. يعني افرض احنا عاملين نظام لدخول الأبواب، ففعلا حد مش قادر يمشي فاضطرينا نفتح له باب، هنا لو في ناس داخلة اللي على الباب هو اللي يستأذن من الناس معلش عشان الظروف اسمحوا لنا، يبقى في تفسير ليه ده استثناء، يبقى ده شكل كده إنساني رائي يحترم. لكن في ناس بتتشوف استثناءات كتيرة ملهاش تفسير فبتستفز ويبتدوا بقى الناس تتعب. برضو غلطة مشهورة في مجتمعنا، ساعات تبقى قاعدة فيها كبار وشباب، يقوم الكبير يفترض انه ياكل القعدة لانه كبير، والشباب يفضلوا يسمعوا بأي حق. مفروض لما نكون قاعدين خمسة في أوضة يتوزع الوقت في الكلام على الخمسة، هفترض ان في واحد هادي شوية ما بيتكلمش كتير برضه يبقى بيشارك بدرجة، لكن اي قعدة شخص يستأثر بيها كلها ده شيء مزعج ويضايق. وما ينفعش تفضل تتكلم عن نفسك على طول مع الناس، ده شيء يضايقهم ما يريحهمش، ولازم تدي فرصة لغيرك يتكلم. حاجات بسيطة، قواعد بسيطة لو فكرتوا فيها، بس القواعد دي المفروض ندرسها في 7 سنين 8 سنين لما نفاجأ بقى ناس كبار قواعد بديهية لا تحترم. أتمنى الأمور دي ناخد بالنا منها، إن الواحد ببساطة كده ببقى صدقوني في مجتمعات كتيرة ببقى عاوز أقول لهم راعوا اللي حواليكم، ده بس المبدأ، راعي اللي حواليك، ما تركزش في احتياجك بس، موقفك مزاجك رغبتك، دول بني أدمين حواليك وبصين عليكم، وانتوا بالذات باينين مسيحيين أو بصين عليك في مكان الخدمة انت خادم، فما تلخبطش الرسالة بسلوك غير نقي. يا جوز انت مش قصده، بس السلوك الملخبط ده أساء للمسيح، ادى صورة غير مريحة للناس. يبقى الواحد لازم يحسوك في سلوكه، يراعي قوي مشاعر الناس وتصرفاته بقدر الإمكان، يستخدم ألفاظ لطيفة زي أنا آسف معلش بعد إذنك من فضلك، ويعني يقدم احترام زيادة للي حواليه، يقوم الناس تحتمله مهما كانت المشاكل.